تحية من قلبي للي جابوا علاجي، شكرا أهل الجنوب، يعطيكم ألف عافية أهل الجنوب، من طيبكم. العسل الخالص وصل لعلاج الطبيعي، أهل الجنوب وين أوديكم؟ بعيوني أو بقلبي أخليكم. حي الله الحايل. اليوم شباب حايل إيانا اليوم. اليوم مالين حايل عندنا. يا هلا فيكم. حي الله الحايل. شرفتونا يا شباب. المحل محلكم ها؟ أكيد الزهرة. حبيبي والله. الخبز الحساوي. التلفزيون اخذ له حدود 60 سنة. في احد لحق عليه شباب بعد حي؟ الله يا قديمك بعد حي. شوف شوف القديم. وهذا مال الفيديو عن الابيض والاسود اتوقع. لا وش يستخدموه هذا ها؟ مين لحق على هذه الشغلات مال الفيديو والتلفزيون الابيض والاسود قبل 60 سنة؟ أنا ما بعد شيء. هذا التلفون القديم يا شباب اللي من زمن أول. طالع التلفون شلونه؟ ما شاء الله. صنعته إيش؟ روسي روسي. كل ليلة دوم إني في الأحساء بأشي أخذ حليب كراك من عنده كل ليلة. حياك الله يا أبو الفدا. يا هلا فيك حبيبي والله حبيبي. أطيب حليب كراك. أطيب كراك في الأحساء كلها وفي الوجود كله. تعال وتشوف. اللي ما يصدق تعال جرب في الممشي مال بلدنا مال عمران. خليه شي ها خليه شي. اي تعال يشوف الميدان يا حميدان. الميدان يا حميدان واللي يقول عنده احسن شيء يجي. احنا هنا نتحدى التجريب. انا زبطني في السكر ها. ايه. ابغى 4 اكواب. 4 اكواب وانزل الله يزوجك 4 وانا قبلك حبيبي والله. تحبك كعبه ان شاء الله. السكر زياده ولا خفيف؟ لا والله الا زياده. زياده. ايه. والشباب كلهم زيادة؟ كله زيادة. خلي السكر كله زيادة. بعزك حبيب قلبي والله. يا هلا والله يا هلا بيك. حبيبنا والله من طيبك. حياك. حيا ودوم إن شاء الله. هني العجايب هني. تعال وشوف. هني اللي يبغى حليب الكرك. يجي ويجرب. ها خليه يجي وشوف. والميدان يا حميدان. أي والله. نعم نعم ونشهد ونشهد. تشهد الشهادة يا ابو الفدا. يا هلا يا هلا. هني الكرك هني الكلام. حبيب قلبي والله حبيبي. يا هلا ومية هلا. ابو احمد من اطيب الناس في الاحساء. اتشرف فيك اخوي ابو عيسى. يا حبيبي والله يا ابو احمد يا حبيب قلبي والله. الشرف لنا والله. الله يشرف بغدادك ابو عيسى. انا دام اني اتنفس موجود في الاحساء ثق ليليا عندك. اتشرف فيك ومن كل من يعز عليك وعلى راسي يا ابو. يا هلا والله بمية هلا حبيبي. اتشرف فيك وفيهم يا شباب اللي في خاطره حليب كرك شاي والله على الجمر في ممشى العمران موجود. ما شايف كرك في الدنيا مثلي مثل ما ابو احمد ما شايف. تشرف والله ابو عيسى. والله يا ابو احمد ما شايف مثلي. انك تبت الخاطر يا ابو عيسى. يا ابو حمد تعال على الاحساء تعال. الشباب جو من حايل ما قصروا. يا ابو حمد بننتظرك وياهم. هل حايل شو تقولوا له؟ الحق 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 يمديك. الدنيا يمديك حياك الله. طبعا هذا الصخر اللي صار اللي صار لآلاف السنين واقف. الأحساء عاصمة السياحة. اليوم في الجبل اليوم.
بناخذ لفة على الجبل بعدها نمشي. الليلة تمشيتنا في الجبل، اللي يبغى يلقاني الدوار رميلي على الساعة 9:00.